وقد بات منتدى الأمن الإقليمي حوار المنامة واحدا من أهم الفعاليات السياسية والفكرية السنوية التي نجحت المملكة في تنظيمها. حوار المنامة تمكن من استقطاب كوكبة من صناع القرار والتعرف على رؤاهم وأفكارهم بشأن التحديات الأمنية التي يمكن أن تواجهها دول المنطقة. اتجهت أنظار الكثير من القادة والمحللين السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين نحو العاصمة المنامة التي أطلقت النسخة 19 لمنتدى الأمن الإقليمي حوار المنامة بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبمشاركة العشرات من الوفود الدولية رفيعة المستوى، علاوة على المفكرين والخبراء الأمنيين والسياسيين والدبلوماسيين لبحث أبرز ما يطرأ على الساحة الدولية من قضايا وتحديات تستدعي الخوض والبحث في هذا المنتدى العريق. الحوار دائما مهم، تبادل الآراء، تبادل وجهات النظر. إذا كان السلام هو الخيار الاستراتيجي اللي احنا نقول دائما لمملكة البحرين، هو أيضا خيار استراتيجي لعدة دول في العالم. فإذا كان هناك منصة تسمح لأصحاب القرار أن يكون بينهم حوار، يكون بينهم تبادل آراء، يكون بينهم بحث المسائل الهامة، هنا تكمن أهمية حوار المنامة. نسخة 19 شاهدنا على مدار السنوات دائما هناك حرص من كبار الشخصيات من كل دول العالم أن يحضرون إلى المنامة عاصمة مملكة البحرين لحضور هذا المؤتمر. في وقت السلم هذا المؤتمر مهم، في وقت الصراعات والتحديات اللي واجهها العالم يكون أيضا أكثر أهمية. المؤتمر اكتسب أهميته في كل مرة يكون يطرح مواضيع مهمة تتعلق يعني بالأمور الأمنية والعسكرية على مستوى المستوى المحلي والإقليمي والدولي. والدليل على أهمية هذا اللقاء والمؤتمر الشخصيات اللي تحضر كلها مثل ما تفضلت شخصيات وقامات لها يعني لها وزنها ولها أدائها الفكري ولها أيضا يعني تأثيرها العالمي. أيضا المواضيع اللي تطرح مواضيع دائما تكون مهمة ودائما تكون يعني مواضيع الساعة. كل ما يطرح في حوار المنامة يستدعي بأهميته انتباه العالم نظرا لما يبحثه من تحديات مهمة وما يطرح فيه من آراء وأفكار تلخص خبرات عشرات النخب الفكرية التي خاضت في غمار السياسة والأمن والاقتصاد لسنوات طويلة أكسبتها الخبرة الكافية للمساهمة في طرح الحلول ومناقشتها على طاولة حوار المنامة. أعتقد النسخة هذه النسخة 19 من حوار المنامة أعتقد يفي في وقته في زمان المناسبين، خاصة وأن القضايا الأمنية على الساحة الدولية المتشعبة وتعقيدات المشهد على الساحة الدولية أعطت زخم أكبر للنسخة الحالية لحوار المنامة مع نخبة الحقيقة من صناع القرار، من أكاديميين، من أمنيين، من الحقيقة المشتغلين بعالم السياسة وعالم علوم السياسة والدبلوماسية للحديث، تعطيهم هذه المنصة الحقيقة الفرصة المواتية الحقيقة للبحث في كثير من القضايا اللي أصبحت الحقيقة حديث الناس وحديث الشارع العالمي والدولي. هذه النسخة يعني اكتسبت يعني دعنا نقول زخم كبير قبل أن تبدأ، منذ 19 عام وحتى اليوم كل نسخة لديها زخم أكبر في الاشتعال الذي يحدث الآن في المنطقة العربية وأحداث غزة. نعتقد أنه يعني مؤتمر مهم والأنظار ستكون على كثير من الكلمات سواء لوزراء خارجية الأردن أو حتى لولي عهد البحرين قبل ذلك أو للأمير تركي الفيصل. الكل يترقب ماذا سيقول كل مسؤول من هؤلاء المسؤولين على منصة مؤتمر حول المنامة، بالتوفيق للمؤتمر ولمملكة البحرين الشقيقة. حضور إعلامي وصحفي إقليمي ودولي كبير شهده انطلاق حوار المنامة في تأكيد على اهتمام الشارع العربي والدولي بما يقدمه المنتدى من أطروحات وتحليلات فريدة تعطي قيمة مضافة لتناول صفحات الإعلام مجريات أحداث الساحة الدولية. حوار المنامة
حدث استثنائي تتفرد مملكة البحرين باستضافته وتنظيمه للمرة 19 على التوالي، يستقطب نخبا فكرية سياسية وأمنية عالمية تضع على طاولة واسعة التحديات والقضايا العالمية وتبحث وتناقش حلولها. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.